الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه معشر الضباط. يطيب لنا أن نستقبلكم اليوم لأداء القسم أمامنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ونود أن نتوجه من خلالكم إلى كافة أفراد القوات العسكرية والأمنية بعبارات تقديرنا لما يقدمونه من تضحيات وما يتحلون به من يقظة وتجند وحزم في الدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وإننا واثقون بأنكم بفضل ما وفرناه لكم من تكوين وتأهيل رفيع المستوى ستنهضون بكل التزام وانضباط بمهامكم العسكرية والاجتماعية والإنسانية. وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم مجلس التعاون الخليجي تقديرا لما يربطنا بأشقائنا قادة الدول الشقيقة من علاقات الأخوة والتفاهم، ولما يجمعنا من شراكة استراتيجية قائمة على التعاون المثمر والتضامن الملموس. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما يجسد هذا الاسم من قيم الوفاء الدائم والالتزام الصادق، وذلك في تشبث المكين بشعاركم الخالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلكم القسم أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي، أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني، وأن أتفانى